السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. جاني اتصال دلوقتي يا جماعة من منطقة بيني وبينها تقريبا كيلو عن وجود تعبان كبير داخل عش الطيور. المكان ده عبارة عن بيت مبني في أرض زراعية، وفي ظهر البيت بنيين عشش للطيور وحظائر للمواشي. والمكان ده أنا كنت رحت له قبل كده أكتر من مرة، برضو شكاوى عن تعابين، ووجدت قبل كده أتواب كبر أكتر من مرة، ولكن الحقيقة ما كناش بنلاقي حاجة. ولكن النهاردة قالوا إن هم واقفين، ومن ساعة ما شافوا التعبان وهم حرصين المكان، فانا متوجه اليوم دلوقتي عشان نشوف ايه اللي عندهم. فدعواتكم معانا ان ربنا يسترها معانا، وتابعوا معانا ان شاء الله. هي نزلت على الحيطه دي تمام، وراحت رايحه كده واختفت تحت الخشب ده اللي كان هنا. اختفت تحت دول. انا فضلت واقف ما اتحركتش اصلا. يعني اختفت تحت. يبقى احنا نزوق هنا بقى. في احتمال تاني تكون هي راحت رايحه هنا. بص روح تقول طلعت دخلت جوه، ده اكيد يعني، او كملت هنا على الجرار. هنشوف كله، هنشوف صور. هو بس لو هو على كلام بطل دماغه هنا ما فيش اي اثر. دي جايه، كانت جايه من هنا، جايه من هنا، جت من هنا ونزلت هنا وطلعت كده. طلعت من فوق منه، طلعت من عندك فوق. ادي الاثر بتاعها نزل على البتاع ده. يبقى هي ممكن في شويه العفش بتاعت دول ناكد عليهم تاني. غفر عليها عشان هي جايه من هنا كمان، الرمل بتاعها الناحيه التانيه معمول عليها. هي شافتها جوه الاوضه دي؟ لا لا، ما هي جايه من هناك، اثرها على الرمله اللي هناك جايه كده. بص تمام، بس هي جايه من الاوضه اللي هناك بكده. الله ينور عليك. دخلت بقى من هنا لما حد شافها، راحت جايه ايه، جايه من فوق. لا هي شافتها جوه الاوضه. الاوضه دي انا شفتها جوه الاوضه ديت. وبعدين خد منها قبل ما تيجي، على فكره قبل ما تشوفها هي هنا. انا بكلمك اخر ربع ساعه. هي شافتها جوه الاوضه دي تمام، وبعدين انا شفت راسها نازله من على نص الحيطه كده 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 ببطء، وراحت جايه في العفش اللي هنا اختفت. انا فضلت واقف عبال ما انت جيت. زي ما مشيتش من هنا خالص خالص. مش نهو يعني، ما فيش، احنا ما فيش 10 دقايق يعني. هي في الحته دي كده ما اتحركتش. هي هنا اللي هي الحوض ده كده، ده دخل كل بتاع عامله فتحه البتاع اللي في ايدك دي، النخله دي. لا ما انا بصيت. لا ماشي، احنا كده بقى هنجيبه ده على الارضيه. هو ده، هي شخص انك فتح. هو لول ان شاء الله هنا. ايوه في جرافيك ايه؟ مفيش اي مجال ليها ان هي تطير في حته غير دي. الا بقى اذا كانت هي نزلت، هي ممكن تكون نزلت في السحب. طب بص يا احمد دي بس، لكن هنا انا مش شايف في اي حاجه في الثلاثه دي. هنا فوق خالص على الكوبري، بس ممكن حاجه طبعا. ايش المبنى كده؟ المنجل كلام احمر، المنجل ده هنشوفه بيطلع مظلوف بقى كده. يا رب بره.
هنا مين اللي بيصور؟ خليك معايا هنا. هو عبا كده؟ هو اللي خايف يرجع ورا. خايف يرجع ورا. صلاه. صلى على النبي. يلا فينا. لا خليك انت بس بعيد اهم حاجه ابعدوا يا جماعه داش. انا لا خليك بس بعيد يا دكتور خليك بعيد ارجع يا رجع بس ما تكونش دعوه حدش دعوه حدش دعوه ربنا يحفظك ربنا يحفظك اللهم صل على حضره النبي ربنا يحفظك اللهم اكبر عليك ربنا يحفظك كده بقى تمثل ان هي ميته اه ثواني عشان اوريك انا عايز اوريك انيابها لحد دلوقتي على كده تاني حاجه تبخ بوش لا ما تقلقش دي مش من النوع اللي بيبخ دي بقى هنا الانياب بتاعتها اللي هي بتجيب من السن اهي شفتها اهي كده شفتها هنا بيبقى في ناب وهنا بيبقى في ناب شفتها هي دي بقى اللي احنا جينا لنا هنا يطلع 10 مرات ومفيش متجوزه حد قاعد معاها المصريه بقى مفتوحه موجود فيها وبعدين طويله كده صوروا يا اولاد صوروا يعني صوروا حوالي 2 متر و20 دول حوالي 2 متر و20 اللهم صل على النبي تعالوا بقى كلكم كده صلوا معايا تعالوا كلكم الله اكبر الله اكبر حوالي 2 متر و20 اعمل الوضع ده تعالى من هنا تعالى من هنا خليك في الوضع اللي باين طولك بالنسبه لي ده كان جميل قوي الله اكبر الله اكبر ايوه كده خليها الله اكبر ايوه بص هو ده اللي مبين طولها الله اكبر ايوه ده هي بتاعه 2 متر و20 اللهم صل على حضره النبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر خلاص خلاص يا طب وعلى كده ما الله اكبر خلاص هو الله اكبر الله اكبر بس كده خلاص كده ما تاخدش كاره ما تاخدش كاره